مالك يا سالم؟ احنا من ساعة ما قعدنا وما اتكلمناش في حاجة خالص. ايه اللي شاغل بالك؟ انت اللي شاغلة بالي يا امل. حاسس ان انا ظلمتك معايا. واحدة زيك كان لازم ترتبط بواحد ظروفه احسن مني بشوية. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مبسوطة قوي وانا معاك وحاسة اني اخترت الراجل المناسب بالنسبة لي. بتحبيني يا امل؟ انا بحبك قوي وبحترمك قوي وسعيدة معاك جدا. ممكن لو سمحت ما تسألنيش السؤال ده تاني؟ أنا آسف يا أم. هتبعتلي جوابات ولا هتتأخر عليا زي المرة اللي فاتت؟ أنت عارفة إنك دايما معايا وبكتبلك كل حاجة حاسس بيها، لكن ساعات بيبقى صعب إني أبعتلك، بس المرة دي اطمني إن شاء الله مش هتأخر عليكي. لازم نحدد ميعاد الجواز عشان يبقى لك بيت تعيشي فيه براحتك. قلت لك كام غيار على كام بيجامه علشان تبقى تفتكرني. وانا اقدر انساكي ابدا يا سماح. مالك بس يا ماما؟ ابدا يا سالم، بس يعني ما بنلحقش نقعد معاك، انت بتيجي تحنسنا وتمشي على طول. انا مش عارفه ايه نهايه الحكايه دي. وبعدين بقى يا ماما، انا ما اقدرش اشوفك زعلانه كده. وبعدين هعمل ايه؟ مش لازم ادي واجبي. يا رب الحرب تخلص بقى وقلبي يطمن عليك. انا حطيت لك كام شراب جداد في الشنطه كده عشان بس تعرف اني بضحي عشانك. متشكرين يا سيدي، بس عايزك كمان تحط لي كتابين من اللي انت بتقراهم عشان يسلوني في الليالي الطويله. ماشي يا عم سالم، بس اوعى تفرط فيهم ولا تضيعهم، احسن دي كتب مهمه قوي. وانا عملت لك برطمان مربى من اللي انت بتحبه، هروح اجيبه لك. وانا عملت لك بيتي فور هتاكله وتدعيلي. يا بختك يا عم سالم، يا بختك. مربى وبيتي فور عمالين يدلعوا فيك وانا ما حد سال فيا. قول لي يا جلال، لسه ما لقيتش بنت الحلال؟ بنت الحلال؟ ما هو مش معقولة شاب زيك ملوش قصة حب. لا، أصل الحب اليومين دول بقى نادرة، ويعني البنات كلها دماغها فاضية ما بيعجبونيش. يا راجل حرام عليك، مش كل البنات دماغها فاضية. عندك أمل مثلا. أمل أصلها حالة خاصة، مفيش منها كتير. تبدأ عن مصر في العشرين سنة اللي بعد الثورة، هتلاقي في حاجات مهمة قوي. تأليف كاتب انجليزي مهتم بقضية الشرق الأوسط اسمه ديفيد أرمسترونج. ما تخافش على الكتاب، هحافظ لك عليه وهجيبه معايا المرة الجاية. أشوف وشك بخير. صباح الخير يا ست فردوس. صباح النور يا أم سماح. الأخبار سالم إيه؟ سافر امبارح. والله ما انا عارفه اخره الحكايه دي ايه، ده انا قلبي بيتقطع كل ما بيسافر. ربنا يطمنك عليه ويبارك لك فيه. الا قولي لي، يعني هي امل ما بتعديش عليكم؟ والله بقى لها مده ما بنشوفهاش، بس لما سالم جه راح زارها في بيت الطالبات. الا قولي لي يا ستي فردوس، ايه اخر اخبار اسم الله عليه هاني؟ الواد قسي علينا قوي، لا عاد يسال ولا يعدي علينا، كان ملوش اهل. أنا قلقانة عليه قوي، أصله لسه صغير، لا يعرف يروح ولا يجي في الدنيا، والجدع اللي قاعد معاه ده مقويه علينا. طب ما تقولي الأستاذ عبد الخالق يجي شوية على نفسه ويروح يزوره، يمكن الولد خايف يرجع لوحده. والله ما أنا عارفة أعمل إيه، أستاذ عبد الخالق رخر دماغه زي الحجر، مش عايز يلايمها، مع إنه من ساعة ما هاني ساب البيت وحاله لا يسر عدو ولا حبيب. لكن تقولي إيه بقى؟ مش عارفة هيفضل معانا تروحوا لغاية امتى. ما تأخذنيش يا ست فردوس، يعني الناس دلوقتي ما بتعاملش ولادها بالشكل ده. الحيال دلوقتي عايزين نسايسة، عايزين طولة بال، وهاني كبر ومش قادر يستحمل قساوة أبوه. بس ما تخافيش، بكرة كده قلبه يحن وتلاقيه داخل عليك. يعني هو هيفضل طفشان طول عمره من بيت أبوه؟ يا ابني كبير أوي.
لو سمحتوا البداية مع الإشارة وأنا نازل. تنور نجوم تغير النجوم من حسن منظرها الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورها نجوم تغير النجوم من حسن منظرها يلي بدعتوا الفنون وفقتكوا أسرارها يلي بدعتوا الفنون وفقتكوا أسرارها دنيا الفنون دي خميلة وانتو أصغرها والفن لحن القلوب العب بأوطارها والفن دنيا جميلة وانتو أنوارها عادنا بكرة إن شاء الله. يلا بينا. طب أروح بس أغير الأول هدومي. ياه انت صوتك حلو قوي. انت أكنك بتغني من زمان يا أكرم. ما أنا طول عمري بغني فن. من أيام ما كان عندي 8 سنين كنت أقعد مع بابا في البروفات وأروح مع الأفراح وأسمع اللي بيغني وأقلده. وهو كان بيشجعني وجاب لي كل شرايط الفنانين الكبار عبد الوهاب، عبد الحليم، محمد فوزي لحد لما حفظت كل شغلهم. علشان كده عندك ثقة في نفسك. وانت ليه ما بقاش عندك ثقه في نفسك؟ انا شايف انك هتبقى عازف كويس وممتاز كمان. يا رب. ده كل امل. بقول لك ايه، تحب تشتغل معايا؟ اشتغل معاك فين؟ ما انا بشتغل في الافراح ومحلات صغيره كده على قد وبكسب حلو قوي. ما تحبش تطلع لك ب3 جنيه في الليله؟ ياه 3 جنيه في الليله؟ ده غير ايام الخميس والاعياد بنوصل ل5 و6 جنيه عشان بنعمل اكتر من نمره. اكرم انت بتتكلم بجد؟ انت مش مصدقني ولا ايه؟ طب لو عايز تشتغل يا عم جهز نفسك من الليل. لا 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 مش على طول كده، لازم الاول اروح لعم نجيب واشوف رايه ايه. انت هتجنني يا ابني. بقى انت طفشان من ابوك عشان لغي شخصيتك وبيتحكم فيك، تقوم تدي الحق ده لراجل تاني مفيش بينك وبينه اي علاقه. مفيش ما بيني وما بينه اي علاقه ازاي يا اكرم؟ ده انا عايش معاه والراجل شايل همي وهو اللي شجعني ووقف جنبي. تهيألي انه اقل ما فيها ان انا احترمه. يا ابني افهم الدنيا بقى، ما تبقاش خام وعبيط.
ما انت لما تكسب لك قرشين وتروح كل اول شهر تحطهم في ايد عمك نجيب يبقى هو ده الاحترام. ساعتها هيحس ان مجهوده ما راحش على الارض وانك قدرت اللي هو عمله معاك. ايه هنا؟ ما بتاكلش ليه يا حبيبي؟ هو صحيح الاكل النهارده ما فيهش لحمه، لكن ان شاء الله بكره هعمل لك برام باميه ملغم لحمه. تسلم ايدك يا عم نجيب، الاكل زي الفل، بس يعني اكلت سندوتش في المحل فمش شبعان. لا انت مش شبعان، انت شكلك كده بتفكر في حاجات كتير قوي. ابدا يا عم نجيب والله مفيش حاجه شغلاني خالص. انا اعرفك كويس، انت بتفكر في حاجه هتقول لي ولا لا؟ لا لا ابدا يا عم نجيب، بس تصور ان انا معايا واحد زميلي في المعهد بيغني في الافراح، ده حتى بيكسب له في اليوم 2-3 جنيه. يا سلام، في ناس بتكسب اكتر من كده، بس المهم يحسب كمان الخساره. عم نجيب هو هيخسر ايه؟ بس ناس بتقدم فن وبتكسب فلوس. صاحبك ده بيعمل ايه؟ بيغني، هو في سنه اولى معايا بس قسم اصوات. في سنه اولى في قسم الاصوات وبيشتغل في الافراح؟ قول لصاحبك ده انه عمره ما هيبقى في يوم من الايام فنان محترم. ليه يا عم نجيب؟ ما كل المطربين غنوا في افراح. لا مش كل المطربين، عبد الحليم حافظ ما غناش في افراح ولا كازينوهات ولا كبريات، طول عمره فنان محترم. ايوه يا عم نجيب، بس كل اللي قبله غنوا في افراح، من اول سيد درويش لغايه عبد الوهاب. يا حبيبي اعرف التاريخ كويس، ايام سيد درويش ما كانش فيه لسه لا اذاعه ولا تلفزيون، كانت الفرصه الوحيده اللي قدام المطرب انه يغني في الافراح والحفلات، لكن لما بيشتهر بيتوقف عن الحاجات دي كلها، وده اللي عمله سيد درويش. اول ما بقى صييط عمل اوبريتات وعمل اغاني وطنيه. وعبد الوهاب من صغره لما حس بقيمته مشي في الطريق السليم وبقى فنان محترم. عمرك شفت مطرب بيغني بفرح ويقول قصيده؟ قول لصاحبك عيب، لو صوته كويس ما يستعجلش الفلوس، الفلوس مش كل حاجه. ده نصيبك على الارباح الشهر ده، اتفضل يا صفية. ميرسي يا مراد، بس دول اقل من الشهر اللي فات. انا قلت لك يا صفية قبل كده ان الشغل ما عادش ماشي زي الاول. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي، تعالي انت كمان علشان تاخدي نصيبك. اتفضلي يا نيفين. ايه ده يا عم؟ هو انت كل شهر تيجي ترميلي ملاليم وتقول لي نصيبك كده؟ بقى مش هينفع، انا لازم اعرف حسابات الشركه بالظبط. ايه ده اللي انت بتقوليه ده يا نيفين؟ انت ازاي تسمحي لنفسك تكلميني بالطريقه دي؟ بعدين انت ما عادش عندك ثقه في عمك مراد ولا ايه؟ الدنيا علمتني ما بقاش واثقه في حد. وبعد اذنك يا عمي، انا عايزه الاستاذ صلاح المحامي يبقى مستشار الشركه، وهو بقى اللي يقسم الارباح حسب نصيب كل واحد. استاذ صلاح؟ وايه اللي يدخل واحد زي الاستاذ صلاح في امورنا الشخصيه يا نيفين؟ دي مش امور شخصيه، دي امور ماديه وقانونيه. وبعدين الاستاذ صلاح مش غريب، طول عمره صاحب بابا وانا بثق في تصرفاته. وانا صاحب الشركه دي ومديرها، ومش هسمح لاي بني ادم في الدنيا انه يتدخل في شغلي، فاهمه ولا لا يا نيفين؟ ومالك يا عم مقزم الامور كده ليه؟ دي حاجه عاديه، وما دام حسابات الشركه سليمه يبقى ايه اللي يخوفك؟ انت مش ملاحظه انك زودتيها؟ ايه ما بقالكيش كبير ولا ايه؟ ابويا كان كبيري وهو مات للاسف، دلوقتي بقى انا حره ومحدش له كلمه عليا. عشان كده تصرفاتك كلها غلط، حياتك سلسله من الاخطاء والمشاكل. وماله، انا لسه صغيره وعندي وقت اصلح اخطائي، الدور والباقي عليكي انتي، ما عندكيش وقت تصلحي اخطائك ومع ذلك بتزوديها. شايف يا مراد؟ شايف البنت بتكلمني ازاي؟
شفت وقحة قد ايه؟ هي على طول بتقل ادابها عليا بالشكل ده. مالك يا مراد؟ مالك ما بتتكلمش ليه؟ قلقت يا صفية، قلقت من حكاية الأستاذ صلاح دي. البنت بتتكلم عنه بثقة شديدة جدا، زي ما تكون حطته في جيبها خلاص وانتهى الأمر. الراجل ده أصله مش سهل أبدا. ولا بنت أخوك سهلة. نيفين دي بنت عيلة وتافهة وملهاش أي قيمة، وأي حاجة تعملها ما تشغلش دماغي. اللي ممكن يخوفني فعلا اللي اسمه صلاح ده. أصله ده راجل عقر وحر وغويطة أوي. هو صلاح ده يقدر يعمل ايه يعني؟ ما هو مش هيقدر يتدخل في الشركة من غير ارادتك. شركة ايه وشغل ايه يا صفية؟ اللي انا بفكر فيه اخطر من كده بكتير قوي. قلت لعمي مراد اللي اتفقنا عليه، بس كنت حاسة اني خسيسة قوي. ما تبقيش عبيطة يا نيفين، بلاش حكاية العواطف والافكار اللي بتفكري فيها دي. عمك ومرات ابوكي عايزين ياكلوا حقك، انا بقى هرجع لك حقك. خصوصا ان مرات ابوكي مش هي اللي اقنعته قبل ما يموت ان هو اللي يكتب لها الفيلا. ايوه. وغلاوتك عندي لا خلي الفيلا دي ملكك لوحدك بس. ازاي؟ هنطعم في عقد البيع اللي عمله ابوكي لصفيه قبل ما يموت، وهنقدم عقد جديد يقول انه كتب لك الفيلا دي كلها بتاريخ سابق. وعلى فكره العقد ده عندي. انت بتتكلم جد؟ امال بهزر. بس المهم قبل ما اعمل اي اجراء من دول، انا بقى عايز عربون مناسب. بس انا ما عنديش فلوس كفايه. جرقان فين؟ ما انا استعبط ولا ايه؟ انت عارفه كويس قوي انا عايز ايه. استاذ صلاح، انا اصلي ما بفكرش اكرر تجربه الجواز دي تاني. يبقى شوفي لك محامي تاني. طب بس اديني فرصه افكر. بقول لك ايه يا نيفين، انا مش صغير على الملاعبه دي. انا اديتك اكتر من فرصه، ولعلمك لو خرجتي من هنا من غير قرار اعتبر الموضوع منتهى. طب خلاص انا موافقه، بس بقى ارجوك اديني فرصه استعد نفسيا. من غير فرص. صدقيني يا نيفين مش هتندمي ابدا على انك اتجوزتيني. وصدقيني كمان انا هخليكي اسعد انسانه في الدنيا. هنا عقدين، عقد الجواز وعقد الفيلا اللي هتبقى بتاعتك. مبروك مبروك يا عروسة. Thank you.
صباح الخير يا عم نجيب. صباح الخير يا سيدي. ايه صح النوم؟ ما وراكش معهد النهارده ولا ايه؟ يلا يلا روح خد الحمام عشان تفطر يلا. هو انت كنت فين امبارح يا عم نجيب؟ كنت فين يعني ايه؟ لا انا مش قصدي حاجه، بس اصل انا قمت امبارح من النوم متاخر وما لقيتكش في الشقه. كنت نايم في البلكونه. البلكونه؟ في البلكونه. لقيت الشقه كاتمه فخرجت قعدت في البلكونه، الهوا سطلني نمت. يلا يلا روح انت اشوف حمامك وعشان تخلص وتلبس وتنزل يلا. حاضر يا عم نجيب. تفضل يا سيدي، مع السلامة. تفضل. اللي بعده. تفضل يا أخي أسلم. مالك يا أستاذ عبد الخالق؟ مش عوايدك يعني تشتغل وأنت ساكت؟ لا بتشخط ولا بتنطر. وأكون تعبان ولا تشتكي من حاجة. أنا تعبان أوي،
تعبان لدرجه اني مانيش قادر حتى اشتكي. يا ساتر يا رب، ليه جرى ايه؟ ايه اللي مزعلك بالظبط يا استاذ عبد الخالق؟ بني ادم مننا بيخلف علشان يفرح بعياله، يشوفهم كده هما بينجحوا في المدرسه وفي الجامعه ويبقى فخور بيهم. وانا ربنا وعدني بحته عيل مسبب لي النكد كل يوم والتاني. يا راجل حرام عليك، ده انت ما عندكش غير ولد واحد مفيش غيره. امال اللي عنده خمسه سته زي حالاتي يقول ايه؟ بلاش بطر يا راجل، ده انت في نعيم ولا انت بتغزل ايه؟ مش برضو المحروس ابنك جايب مجموع كبير في الثانويه؟ اه جايب 93%. وزعلان وبتشتكي؟ بقى ده كلام، ربنا يفرحك بيه. لا اقول لي يا فكري، انت عندك فكره عن المعهد ده اللي بيتعلموا فيه المزيكا؟ اه طبعا، في حد ما يعرفش معهد الموسيقى العربيه؟ وبتسال ليه؟ لا ابدا، واحد صاحبي ابنه يا سيدي جاوب مزيكا وعايز يدخل المعهد ده يتعلم فيه، كان بيشرني. قلت له يعني ايه انتوا بالكتير قوي هيطلع منه الواحد ايه؟ آلاتي، ولا انت رايك ايه؟ والله يا عبد الخالق يا اخويا ما حدش النهارده عارف الصح من الغلط. ابن اخويا اتخرج من كليه الهندسه وتعين ب 23 جنيه. الواد هيطقن من جنابه، لا عارف ياكل ولا يلبس ولا حتى يركب مواصلات. خد بعضه وسافر على السعوديه عشان يحوش قرشين ويرجع يتجوز بيهم. اهو يمكن الموسيقى يفلح والبليه تلعب معاه، محدش عارف الرزق فين. ايه رايك في ذوقي؟ عاجبك الشقه دي؟ شقه مفروشه، انا عايزه شقه بتاعتي باسمي، وزارتي اقل حاجه تعملها لي. ايوه حبيبتي، ما انت مش عارفه المفاجاه بقى اللي انا عاملها لك. انا واخد لك شقه في مصر الجديده 200 متر. وما بنروحش نقعد فيها ليه؟ اه صحيح، ما بنروحش نقعد فيها ليه؟ علشان لسه ما شطبتش قدامها شهرين. خلاص يبقى نستنى شهرين. ليه؟ والشقه المفروشه دي مالها؟ انت ما شفتش البواب كان بيبص لنا ازاي؟ ونظرات الجيران مش مريحه خالص. دي من امتى بيهمك نظرات الناس ولا كلامهم؟ بعدين يا حبيبتي انت معايا، المفروض ما تخافيش من حاجه ابدا. صلاح انا مش مستريحه، يلا بينا نمشي. نمشي؟ نمشي نروح فين؟ ده انا دافع شهرين مقدم غير التامين، لو مشينا يروحوا علينا يا حبيبتي. وبعدين مش عايزين نضيع وقت في الكلام ده، انا ما صدقت اتلميت عليكي. يلا حبيبتي خش جوه غير هدومك، انا جايب لك قميص نوم يجنن يخبل. لاحظي ان انا لازم امشي قبل الساعه 10 عشان سميحه، ما هي ممكن تعمل لنا مشاكل، وانت طبعا مش ممكن نخلي حد يعمل لنا مشاكل، صح؟ يلا بقى.
خالص. انت اتأخرت ليه؟ كنت عندها مش كده؟ يا سمسمتي في ايه؟ انا هنغير ولا ايه؟ انت مش عايزنا غير، وانا عارفه ان جوزي عند واحده تانية. يا حبيبتي بس احنا متفقين على كل حاجه، انها لعبه يعني بنلعبها لغايه ما ناخد اللي احنا عاوزين. بس انا قلبي مش مطمن، انا خايفه البنت دي تاكل عقلك. تاكل عقل انا؟ ولا مية زيها، جوزك ما يتخافش عليه. نفسي اصدقك. لا صدقي، على الاقل عشان نفسيتك ما تتعبش. صلاح، انت مش ملاحظ انك اليومين دول متغير شويه من ساعه ما اتجوزت البنت دي؟ انا يا حبيبتي متغير؟ انا عمري ما اتغير. وبعدين انا بعمل كل ده ليه؟ مش علشانك انت ولادك حبيبتي؟ وانا كذبت عليكي؟ قلت اي حاجه غلط؟ مش حتى موضوع ليفين ده قبل ما اتجوزها اتفقنا عليه احنا الاثنين ورسمنا خطته؟ حتى ورقه الجواز العرفي معاكي في الدولاب. كنت غبيه، ما كنتش حاسبه حساب فرق السن اللي بينك وبينها. انا سامعه ان البنت صغيره وحلوه، واحد في سنك ممكن يتحبل عليها. انا اتبل على بنت زي دي؟ دي سايبه. ده انت بقى بعد العشره اللي بينا يبقى ما تعرفيش صلاح جوزك كويس. إحساسي بيقول إن المسألة دي مش هتعدي على خير. صدقيني إحساسي غلط. وبعدين أنت ليك عندي هنقطع الورقة وهطلقها، بس إمتى؟ بعد ما أحقق اللي في نفسي وناخد الفيلا. عارف يا صلاح، لو بتحاول تضحك عليا أنا ممكن أعمل إيه؟ عارف يا حبيبتي عارف، عشان كده بأكد لك إن اللي في دماغك ده مش ممكن هيحصل. أنا مش قادرة أتخيل إنه الاستهتار يوصل بيها للدرجة دي. أنا مش فاهمة البنت دي عايزة توصل لإيه بالظبط. طمني يا صفية، أنا هحط حد للتهريج اللي بيحصل ده. مساء الخير. كنت فين يا هانم؟ خير يا عم. هو حضرتك كنت مستنيني ولا حاجة؟ أيوة كنت مستنيك. ليه؟ في حاجة؟ صلاح بعت لي إنذار بيطالبنا فيه بإعادة تقسيم التركة لأنه معاه مستند جديد ببيع الفيلا دي لسميحة السيد عبد الحميد. ومين بقى سميحة السيد عبد الحميد؟ مراته. مراته؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأستاذ صلاح اللي حضرتك مأمناله واتجوزتيه في السر عشان تحرضيه على اهلك استغلك وباعك يا هانم، وبعنا احنا كمان، وعايز يستولى على الفيلا. انا مش فاهمه حاجه. مش فاهمه ازاي بقى؟ ده حتى المساله واضحه زي الشمس. البيه عمل عقد بيع للفيلا دي باسم سعادتك بتاريخ سابق على تاريخ العقد بتاع صفيه اللي عمله عزيز الله يرحمه، وده كان بموافقتك ورضاكي مش كده؟ العقد التاني بقى استغل فيه غفلتك وانك امنتي له، وحط لك العقد اكيد في وسط شويه اوراق، وانت مضيتي عقد بيع منك لسميحه السيد عبد الحميد. مش ممكن، مش معقول. لا معقول. انت لحد امتى هتفضلي تبهدلي في نفسك وتبهدلينا معاكي؟ انت كنت متخيله ان صلاح ده هيعمل لك ايه؟ يعني هيشوف مصالحك اكتر مني؟ اهو سابك وجالي. عارفه جالي يقول لي ايه؟ انه خد لك شقه مفروشه وانه كان معاك يا دوبك من ساعه. سابك وجالي ساومني. السافل الحقير، انا لازم انتقم منه وبهدله.
مش كفاني وافقت اتجوزه وهو راجل قد ابويا؟ مفيش وقت للحزن والاسف دلوقتي، احنا لازم نتصرف بسرعه قبل ما صلاح ده يستولى على كل حاجه. طب وانا ايه اللي مطلوب مني؟ نعمل محضر اثبات حاله لتحايل صلاح، نطعن بالتزوير والتدليس مع مراعاه طبعا انه عارف ومتاكد ان موقفه هو اقوى من موقفنا احنا. عارفه ليه؟ لانه ماسكنا من ايدنا اللي بتوجعنا، متجوز بنتنا بقى. طب ما انا لو عملت كده ممكن ينتقم مني. ما يقدرش لانه هيخاف من الفضيحه، ده راجل متجوز وعنده بنات كبار ويخاف على اسمه ومركزه. احنا لازم باي طريقه نجبره الاول على انه يطلقك علشان نقدر نتصرف معاه بحريه ونرجع املاكنا. طب واذا رفض يطلقني؟ هددي انك هتروحي لمراته. اهلا وسهلا. انا اسفه اني جايه لك من غير ميعاد، بس انا جايه استنجد بيكي. خير؟ جوزك الاستاذ صلاح استغل ثقتنا فيه وقعد يلف عليا. بقى انت يا سحتانه ياللي فضايحك ماليه الدنيا، جوزي انا هيلف عليكي؟ مش بعيد كمان عايزه تقنعيني انه غصب عليكي تتجوزي عرفي. جوزك خدعنا كلنا، مضاني على عقد بيع مني ليكي للفيلا اللي سابها لابويا. انت كنت فاهمه انه عبيط وممكن يندحك عليه ويكتب لك الشقه اللي شاريها لبنته؟ لا يا حبيبتي، فوقي فوقي واصحي. ده انا جوزي ناصح قوي وما بيغلطش ابدا وما بيتصرفش اي تصرف الا بعلمي. ويكون في علمك يا حبيبتي ورقه جوازك العرفي موجوده في دولابي، وهيسيبك متعلقه كده لحد ما تسلموا لنا الفيلا. مش ممكن، مش معقول، مش قادره اصدق ان في ناس زيكم. اتفضلي مع الف سلامه، ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني. بره.